خلفية تصاعد الدخان من بلدة البرغوث، حيث سمع صوت انفجارات في تلك المنطقة. على ما يبدو أنه قصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي على بلدة البرغوث، فبعد خروج الآلاف من عوائل التنظيم وتسليم مقاتلي، كذلك المئات من مقاتلي التنظيم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، يبدو أن قست سوف تستأنف معركتها في المنطقة وتبدأ بعملياتها العسكرية من المحاور الثلاث.